قاعدين بتدمرونا بالهاشتاج تبعكم بدون ما تعرف كيف. رح اقول لك ايش اللي عم بيصير، تشارك هالمعلومه مع اصدقائك عشان تنقذونا، انكم قاعدين بتخربوا الدنيا ضدنا، ضد انفسنا. الالجوريثم تبع الفيسبوك، اي منشور لاي بني ادم على الفيسبوك بشوف فيه عليه تفاعل كتير باللايك والشير والتعليقات، بيفهم الالجوريثم اللي هو آلة، بيفهم انه هذا المنشور مهم وفي عليه اقبال، فشو بيعمل؟ بروح بينشره للناس في كل العالم. وبالتالي انت لما تروح تلاقي شخص بغض النظر شاع عربي ولا غير عربي بيكتب ضدك، ضدك في منشور، وانت تروح تعبيله الهاشتاج تبعنا اللي هو غاز اندر اتاك بالتعليقات، فانت قاعد بتضرنا مش بتفيدنا. ليش؟ انه انت قاعد بتفيده، هو بتفيده انه الالجوريثم تبع الفيسبوك يفهم انه الفيديو تبعه او المنشور تبعه مهم، فبيقعد يفرجيه كل العالم. وفي نفس الوقت الهاشتاج اللي انت بتكتبه بالتعليقات غير محسوب، ولذلك توقفوا نهائيا عن كتابة الهاشتاج بالتعليقات. للناس اللي بتكتب ضدنا، توقفوا نهائيا تكتبوا ضدهم، توقف تكتب له بالتعليقات، اعمل شير وحط حط الهاشتاج، فقط شير يا جماعة. لما تكتب تعليقات تسب عليه او تحط الهاشتاج انت بتضرنا، بتضر الهاشتاج اكتر. توقف عن كتابة التعليقات، ما تحطش الهاشتاج بتعليقات لانكم بتشهروهم، بتشهروهم، بتضرونا. حط الهاشتاج بمنشور، انشر، اعمل شير او مشاركة او بختاج فقط. توقف عن التعليقات نهائيا، ما تعلقش لحد، بالذات اللي بكتب منشورات ضدك، اوعى تعلق عنده حتى لو بدك تسب عليه او بدك تحط الهاشتاج، اوعى تحط بتعليق، توقفه.